بحث اليمني جميلة جدا. خلينا نشوف هنبدأ بيها ازاي. انا بجيب لحمة مكعبات، اي لحمة عندك مكعبات. الفكرة اللي احنا بنسلقها بنديها صدمة الاول، فين اللحمة؟ اللحمة مش موجودة معايا، اللحمة بتتسلق لان حضرتك لازم تاخد وقت كتير في السلق، فانا سايبها بره بتتسلق وهنجيبها دلوقتي، وبعد كده نحط لها مجموعة الخضروات دي. اللحمة دي بتاخد صدمة، لحمة مكعبات بتاخد صدمة، وبعد كده بناخد عندنا حبهان ورق لورا عادية جدا، ونبدأ اللي احنا نسلقها وبصلايه. بعد كده حضرتك بنعمل فيها ايه؟ نبدأ اللي احنا نصفيها تطلع الشوربة الجميلة، واللحمة تكون مستوية سوى كامل، يعني 75% او 80% سوى. بنجيبها وبنضرب نهرسها في الشوكة، وبعد كده نبدأ نعمل لها مجموعة الخضار دي، او الخضرة دي لنحطها مع بعضها في الخلاط ونضربها خشن. زي ايه بقى؟ عندي كزبرة خضراء، فلفل حامي، فلفل اخضر رومي او فلفليه، طماطم، بندوره، بصل، بنجيب عندي بصلتين اتنين، ثوم، مجموعه البهارات بقى كزبره، عندي كاري، بهارات لحمه، وكمون، ومعانا صلصه، معلقتين اتنين من الصلصه وشويه الملح والفلفل. تمام. طيب يبقى اللحمه دلوقتي عملنا فيها ايه؟ ادينا لها صدمه على النار، وبدانا اللي احنا ماده دهنيه وصدمه، وبعد كده حطيناها ميه سخنه وحبهان ورق لورا وهي بتتسلق دلوقتي. طيب بعد كده بقى ناخد عندنا مجموعه الخضروات ديت، نبدا نحطها فين؟ في الخلاط. نبدا نحط عندنا البصل، اللحمه مين اللي طفى عليها يا شباب؟ سيبوها. لا شغاله شغاله. انا مشغله بقى، مشغل بس اللحمه عليها حاله الضغط فعايزه تشتغل. ماشي. طبعا اغلب الاكلات في اليمن بتبقى باللحم الضاني، تفهم ازاي؟ فدي بتعمل بلحم جاموسي، بلحم بقري، اللي انا بعملها ديت الفحسه ديت ممكن تتعمل بكذا كذا نوع من اللحم. يعني هنا فلفل اخضر رومي، يلا بينا استاذ. رافعني كده فلفل حامي استاذ حمدي كده اهوت، نقطعه. ايه احنا حطينا اللحمه اهيت، بتبدا اللي هي حطيناها في حله ضغط وبتبدا اللي هي تستوي معايا نص كيلو، وبعد كده بنبدا نعمل لها الخضره بتاعتها. نديها سطمه الاول في الحله ماده دهنيه، وبعد كده حبهان ورق لورا وبصلايه طماطمايه مثلا، ونقوم ايه قافلين عليها بس، نقوم سايبينها في جنب. نرجع هنا بقى تاني للخضره بقى اللي هنبدا نحطها مع اللحمه. بصل، فلفل اخضر، دي الفحصه اليمني، ولها اكتر من طريقه بالمناسبه، يعني ممكن الخضار ده هو يتشوح على النار وتنزل عليه باللحمه، بس بصراحة الطريقة دي بتعجبني قوي، اللي انا اضرب الحاجة دي في الخلاط كده، يعني تبقى زي نص ضربة كده، تبقى جميلة جدا، وكل النكهات دي بتاخد من بعضها. بعد كده بقوم واخد عندي توم، عندك عزومة ولا اي حاجة بتبقى هايلة بصراحة، يعني مختلفة وطعمها بصراحة مختلف، يعني في طريقة أكلها كمان وطريقة تقديمها. تعالى بص بقى يا حمدي، ايه نقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح فين؟ عندي على الخلاط. طبعا هتعوز شويه ميه عشان ايه نحرك بيها الكلام ده، ويا سلام لو شويه شوربه، يا سلام يعني لو شويه شوربه كده من ايه؟ من اللي احنا بنسلق بيهم اللحمه تتحط معاهم يحركوا بيهم الخلطه ديت، برضه تديني هتديني طعم حلو قوي. ماشي. بعد كده بنبقى عندنا الميه بقى، الميه اهيت،
تمام، شويه مصغرين، ماشي. ونبدا نحط ايه بقى؟ البهارات بقى بتاعتنا يا حمدي. كمون، حلو الكلام، شويه كاري. خلي بالك هو واخد ايه، شويه من يعني شويه من المطبخ الهندي، لكن هو له مذاق خاص يعني. المطبخ اليمني يعني. شويه كزبره، شويه من البهارات، اللحم، وبعد كده اهوت عندي اخر حاجه ايه، معلقتين اتنين من صلصه الطماطم، ونبدا نحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش بنضربها قوي يعني، مش بنهرسها قوي، حاجات بسيطه كده. السرعة الهادية بتخليه يضرب أحسن، لو أنا عليت السرعة هتلاقيه يكلبش في بعضها ومش هتعرف تقطعيها. بصي هتبدأ تشتغل على طول أهي. شكرا. مفيش أكتر من كده ضرب. وهي النص ضربه دي عشان كل حاجه. على فكره اللي دي عايزه لقمه عيش دلوقتي، تاكل كده لوحدها زي الدقوس كده، ماشي. ضربنا الخلطه دي مع بعضها كده، نقوم واخدين عندنا حله كيتشنوبا كده، نبدا نحطها فيه عندي على النار، ونبدا نسخنها كويس جدا. هتطلع معلقه زبده، مكعب زبده كده بنبدا نضيفه هنا، ونبدا نحط لها شويه زيت ذره صغيرين. دي بقى على النار يا باشا تبدا تتسبك. بص عامله ازاي، بص عامله ازاي بقى. ده لسه دي لما تتسبك كمان بقى ايه، نبدا نهدى عليها النار شويه، لسه ما اديناش ملح ولا فلفل. هدي انا ملح وفلفل دلوقتي. اللي بيحصل ايه بقى دلوقتي، اللي بيحصل ان هي بتاخد، بعد ما تاخد الملح والفلفل بنبدا ان احنا ايه، ناخد اللحمه ونهرسها كده بالشوكه يعني. بعد ما بتطلع وتستوي معايا نبدا نسيبها بشوكه، وبعد كده نبدا نحطها عليها. واسيبها وكده بقت تمام بالنسبه لي الفحصه اليمني، واسيبها لحد ما تبدا اللي هي تتسبك. عايزه تاخد الخضار تقطعيه مكعبات صغيره وتشوحي الكلام ده مع بعض براحتك. الطريقه دي عجبتني يعني، الطريقه انا اكلتها قبل كده عجبتني جدا، اللي هي الخضار وهو نص ضربه كده تقومي حطاه، وباللحمه بتطلع تقومي حطاه عليها، بس اللحمه تهرسيها شويه او تقطعيها بالسكينه براحتك يعني. فزي الشاورما كده. انا طفيت عليها خلاص، بعمل ايه بقى؟ باخدها على النار، لو انا خلصت في حل ضغط واقوم واخدها كده راكنها هنا كده. وانا طالع فاصل هعمل ايه؟ هقوم شايل عندي صوام الامان ده واسيبها تطلع البخار اللي فيها، هتلاقي الزرار الاحمر ده نزل لتحت ده اهو. لا مش هفتح انا، بديله بس عشان هو زانق في السداده بتاعته، فبديله الحريه بتاعته عشان لما براح بتاعه بالظبط. تعالى نشيل ديت، لانك حتى البخار اللي بيطلع ده خلي بالك اهو مش سخن اهو، فاهم ازاي؟ اهو انا ايديا ما فين؟ مفيش حاجه. لا هو اللي بيفلتر فبالتالي بيطلع، بص البخار عامل ازاي اهو، ما بيحرقش ده ولا اي حاجه. فما تخافيش وانت بتشيل الصوام من الامام، ما تقلقيش خالص من اي حاجه. هتلاقي دلوقتي بدات خلاص تصفى تماما، هتلاقي ده اهو بدا ينزل لتحت اهو، الزر الاحمر ده اهو المسمار ده، هتلاقي بدا ينزل لتحت بس، يبقى تبقى امان معاكي وما فيهاش اي مشكله خالص. اهو بص 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 يا حمدي، بص نزل اهو خلاص. انا اجي افتح عليه كده خلاص تمام بالنسبه لي، الحله بقت امان معايا ماشي. نبدا نعمل ايه بقى يا استاذنا؟ بقوم واخد عندي حله، ناخد عندنا اللحمه بعد ما استوت، صفيها كده، حطيت نص كيلو لحمه بس كفايه يعني.
يا سلام بقى لو ناخد شويه شوربه كده. اللحمه دي بقوم واخدها هنا كده حاططها هنا. الله استوت تماما. هنا بقوم حمدي باخد شويه شوربه ونقوم حاطينها على الخضره اللي هنا، الشوربه بتاعت اللحمه. خفي بقى شويه هنا كده باين بطعمها، هتخليها حكايه. وبعد كده اقوم اقلب. بقول لك جربي الحاجات الجديده ديت والاطعمه الجديده ديت، بجد هتعجبك قوي. اهو دي واخده الملح بتاعها، واخده الفلفل، واخده كل حاجه. اللي بيحصل هنا يا اصحاب دي بقى ايه؟ قبل ما اطلع فاصل اعمل لك ديت عشان ايه نبقى نخلص منها. ادي اللحمه اهي يا ريس اللي استوت. بص 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 اهي، نعملها كده ننصرها زي الشاورما بالظبط كده. اسف، نمسك الشوكتين كده ونعمل نساير كده زي الشاورما اهو. شفت اللحمه استوت ازاي حمدي في حاله الضغط كده؟ نبعد ورق اللورة من هنا. وبعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي اللحمه ديت، يا عيني على الجمال، اقوم واخد الباشا ديت ونقوم رايحين فين؟ عندنا بعد ما نصرتها نقوم حاطينها على الكلام الجميل ده. استوت تماما يعني خلاص. بص بقت عامله ازاي؟ زي بقول لك لحمه الشاورما كانت فتفتها، نقوم واخدينها وحاطينها فين؟ هنا كده. ونقلب ونسيبها على نار هاديه شويه. واصل بصراحه طعمها حلو قوي اهي. اللحم بقى جوه الخضره نفسها كده في حاجه محترمه قوي اهو. واللحمه كده متنصره جواها وزي الشاورما كده، فبالتالي هتطلع طعم حلو جدا.